سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو توصلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقادو غراتان بفيمي الداند وبالكفته. نمروا المقادير ان شاء الله. نمروا المقادير البنات. عندنا اول حاجه فيمي الداند. فيمي الداند انا عندي بوافغي، يعني فيه البزار، وعندنا طريفات ديال الداند، وعندنا الكفته شلطت عليها بصيله رقيقه صغيره، وعندنا فروماج موزاريلا، وعندنا الفروماج الاحمر. بالنسبه للكفته البنات غادي نديرو فيها البزار والملحه والسكنجبير. هذه العطريه اللي غادي نديرو فيها بوحدها. غادي نديرو البزار، وغنديرو السكنجبير، غادي نديرو شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت العود، غير شويه، ومن بعد غادي نخلطو كلشي باش يتماسل على العصير. هي العطريه اللي كنديرو في الكفته، ومن بعد البنات غادي نديروها على شكل كويرات صغيورين. غنوجدوهم هكا صغيورين كلها على هذا الشكل حتى نوجدوها على جنب، وغادي ندوزو غادي نطيبوها في شويه تاع ديال الزبده بوحدها، غير شويه ديال الزبده. هي نورمالمون كطلق المريقه ديالها غادي تطيب في المقله غير بشويه ديال الزبده. دابا البنات غندوزو الطريقه ديال تحضير الكفته. كنحطو زبدة هي الأول تسخن، وكنكونو من قبل قادين الكفته كلها، درناها ككويرات صغيرة، وكنحطوها فيها وكنخليوها غير على الملح حتى كنحسو انها تدخل على الطياب. عاد كنحيدوها نحطوها على جنب، وكنمشيو كنطيبو دوك الطريفات ديال لادان. دابا غادي نمرو باش نقادو دوك الطريفات ديال لادان، حتى هما غادي نخدموهم غير بالزبدة. هاي معايا قطع الزبدة، والملحة، والبزار، لازم في الطريفات ديال لادن تبنات غادي نخدمهم غير بالملحة والبزار والزبدة. وغادي نخليهم حتى هما يتشحروا بحال الشكل تاع الكفتة. هو البنات لادان ديالنا هو طاب صافي، دخلو الطياب مزيان. دابا غادي فاش نبغيو خصنا نصفيو من هاد الماء المريقة اللي كتكون فيه، حيت الماء الحين كيطلق لادان كيطلق الماء. غادي نديرو فشي صفاية وغادي نصفيو من داك الماء، ونحطو على جنب تا واحد الكفتة. وهذا هو البشاميل البنات، راه كيجي عاقد. غير انا فاش كنقرب نطفي عليه كنزيد ليه شويه ديال فرماج احمر وشويه ديال وكنضيفو ديك الكفته والطريفه ديال لادان اللي وجدنا كنحطوهم في، وكنخلطو كلشي. هذاك اللي كنحطو البنات راه غير البزار، كندير فيه البزار وكندير فيه شويه ديال الكوزه باش يعطي داك الكود الكوزه زعما. كنحطو ديك الكفته وهكا كيوجد لينا، وكنحطو في ميدا باش يكون شي مازال غادي تعاود يتخلط. هذا هي البوغ،
الابزار وكنزيدو ليهم الفريت. الفريت البنات البطاطا خديناها وسلقناها واحد 5 دقائق ومن بعد قليناها فريت، وكما كنصايبو الفريت بطريقه عاديه. عاد غادي ندوزو نصايبو البشاميل. البشاميل البنات باش ما نطولش عليكم فيديو غادي نخلي لي فيديو بوحدو ونوريكم الطريقه باش كنقاد البشاميل، وحيت دابا الا درتو لكم غادي يكون الفيديو طويل. وهذا هو البشاميل البنات، راه كيجي عاقد غير انا فاش كنقرب نطفي عليه كنزيد ليه شويه ديال فرماج احمر وشويه ديال نزيدو شويه ديال الفرماج موزاريلا وكنبداو نخلطو. هداك الكحل البنات راه البزار و كوزه انا اللي كنديرهم باش الكوزه كتعطي واحد لوكو زوين، واحد المذاق زوين، وكنخليهم حتى كيتجانس داك الفرماج مع بشاميل. وهكا من بعد ما وجدنا البشاميل ديالنا كنحطوه للخليط، نحطوه كلو كنديرو وكنبداو كنخلطو كلشي. باش البشاميل كيدخل لهاد المكونات كاملة باش كنحسو ان البشاميل دخل كاع دخل الكفته ودخل هالمكونات كامله. عاد كنجيو كنديرو الفرماج ديال البشاميل الفرماج ديال الموزاريلا كله من الفوق كنحطوه من الفوق كامل كنغطيوه به. بهاد الطريقة حتى كنساليو كامل وعاد كنديرو من الفوق فرماج احمر. واللي ضروري البنات هما داك الفيمي داند كيخلي فيه حتى واحد لوكو زوين، هو لوكو ديالو كيكون عاطي بزاف في هاد الوصفة في هاد الكارطون. صافي كيجي بهاد الشكل، كيجي هكا البنات وكندخلوه الفران. ومين كيخرجوه من الفران البنات هكا النتيجة ديالو النهائية هكا كيكون، هكا كيكون كيجي زوين، هكا كيكون كيكون في داك الفرماج زوين كيكون زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوه في ديوركم وان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم تنال رضاكم وتجربوها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى منكم تفعلوا الجرس وديروا لي لايك، وبالنسبه اللي مازال ما شارك اول مره كيشوف يشترك معايا في قناتي. شكراً.